بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده ان شاء الله نشوف مع بعض اهم وابرز 40 حركه موجوده في سامسونج جالاكسي اس 9 بلس. طبعا الموضوع مش في الاس 9 بلس بس، ولكن في الاس 9 وال 9 بلس. الفرق بينهم قلنا قبل كده في المراجعه الكامله للموبايل، وهسيب لكم رابط تحت الفيديو في قائمه تشغيل جديده سميناها حركات الموبايلات، واللي بضم لكم فيها اهم وابرز الحركات اللي موجوده في الموبايلات اللي عملناها ريفيو قبل كده، واللي بتعتمد بشكل اساسي على نظام الاندرويد اللي موجود في الموبايل، زائد واجهه الشركه نفسها اللي بتسهل عليك استخدام والوصول لحاجات كتير جدا جدا في الموبايل. علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، يلا بينا نبدا نشوف الخصائص. الميزه الاولى معانا هو انك تقدر تتحكم في اظهار او اخفاء شريط التنقل اللي موجود قدامك تحت ده. لو جيت تروح على اي تطبيق زي جوجل بلاي مثلا، وعندي الشريط ده عاوز اخفيه تماما، فبتلاحظ وجود نقطه هنا، هتيجي تدوس عليها ضغطتين ورا بعض فهتختفي معاك، وتقدر تروح وتتنقل ما بين التطبيقات اللي انت عاوزها. اما لو عاوز تظهرها فبتسحب من تحت لفوق، بتظهر معاك بشكل شفاف كده، ولو عاوز ترجع تثبتها من تاني بتيجي تضغط على النقطه دي ضغطتين ورا بعض، فبتلاقيها ظهرت باللون الابيض اللي قدامك ده. كمان هتقدر تتحكم في اللون بتاعها من خلال انك هتروح لضبط او اعدادات الموبايل، وبعد كده تختار الشاشه، ومنها تحت هتلاقي شريط التنقل، ادي شريط التنقل، وبعد كده هتقدر تختار اللون اللي انت عاوزه. مش عارف هل انتم ملاحظين اللون بيتغير تحت ولا لا، لان اللون هنا بيظهر بشكل خفيف، هنا اخضر خفيف او لون لبني خفيف، وهنا لون اورنج خفيف، فكل الالوان كلها خفيفه علشان يكون الشريط بشكل شفاف تقريبا. كمان هتقدر تبدل او تعكس الاختيارات اللي موجوده دي، فهتيجي تدوس على تخطيط الازرار وتختار حاجه من دول كده، فبالتالي بيعكس لك الشريط اللي تحت بتاع التنقل. طبعا الميزه موجوده جوه التطبيقات بس، لانك لو رحت على الشاشه الرئيسيه اساسي بيكون موجودين تحت، ما تقدرش تخفيهم او تظهرهم، فبيكونوا ظاهرين بشكل اساسي. الميزه الثانيه معانا هو انك تقدر تتحكم في الضغطه على زرار الرئيسي للموبايل. ازاي الكلام ده؟ معروف ان الجالكسي اس 9 والاس 9 بلس ما فيهمش زرار هاردوير على الشاشه نفسها، فبالتالي في عندك زرار رئيسي ولكن كسوفت وير في الموبايل. لو جيت اضغط هنا ضغطه مطاله هتحس بضغطه على الشاشه نفسها، فتقدر تتحكم في الحساسيه بتاعه الضغطه دي عن طريق انك هتروح برضو للضبط، بعد كده هتختار الشاشه، وهتروح برضو لشريط التنقل، فهتلاقي عندك اوبشن اسمه الضغط بشده على زر الشاشه الرئيسيه، بتيجي تقدر تشغله او تعطله من هنا كده، ويقول لك هنا مستوى الضغط، بتدوس عليها كده فيظهر لك مستوى الضغط كده على اليمين خفيف، وعلى الشمال بيكون ضغطة قوية، بحس ان بيكون دي حساسيتك على ضغطة الشاشة نفسها، فانت اللي بتحدد دي، فبالتالي بتختار حساسية الضغطة اللي انت عاوزها. فانا بفضل تخليها في النص او اقل من النص درجة واحدة، وتقول له اختبار الضغط، بحيث انك ما تضغطش جامد قوي على الشاشة. الميزة اللي معانا بعد كده هو انك لو تيجي تضغط ضغطة مطولة على الشاشة الرئيسية، لو جينا ضغطت هنا ضغطة مطولة، فهتلاقي في اوبشنات كتير انك تقدر تتحكم في شكل الشاشة والايقونات، وتشغل بيكسبي او تعطلها من هنا كده. فبالتالي هتلاقي عندك فيه الخلفيات والسمات والتطبيقات المصغره واعدادات الشاشه الرئيسيه. فالخلفيات هتقدر طبعا تختار اي خلفيه انت عاوزها، سواء كانت موجوده على الموبايل او تجيبها من خلال المتجر الخاص بسامسونج، فتقدر تختار اي صوره وتحددها للشاشه الرئيسيه او شاشه القفل، او شاشه القفل والشاشه الرئيسيه مع بعض. فعلى سبيل المثال لو جيت اخليها شاشه القفل، فقدامك هي بيعرضها لك، وتقدر تغير الشاشه اللي انت عاوزها وتدوس على ضبط كخلفيه. كمان هتقدر تغير الثيمز او السمات او اشكال الموبايل نفسه، الثيمز اللي بره، فهتلاقي فيه اشكال جميله جدا، اشكال مدفوعه واشكال تجريبيه واشكال بشكل مجاني، كلها موجوده من خلال السمات. وهتلاقي عندك في الرموز او ايقونات الجهاز، فتقدر تختار اي ايقونات انت عاوزها وتثبتها بشكل اساسي على موبايلك، فكل دي اشكال موجوده على الجهاز. وفي الاخر هتلاقي اعدادات الشاشه الرئيسيه، فتقدر تتحكم في الشاشه الرئيسيه بره، بحيث انك تظهر الشاشه بره، تظهرها على شكل شبكه 4 في 5 او 4 في 6 عدد التطبيقات يعني اللي موجود، او تظهرها بالشكل اللي انت عاوزه، فهتلاقي في اعدادات كتير جوه اعدادات الشاشه الرئيسيه. ومن اهم الاختيارات عندك هنا هتلاقي اوبشن اسمه اضافه تطبيقات الى الشاشه الرئيسيه، وده بيعرض لك كل التطبيقات اللي تم تنزيلها او تثبيتها مؤخرا على جوجل بلاي، بحيث انك بمجرد ما بتخلصها فبتلاقيها موجوده على الشاشه الرئيسيه بره، بحيث انك تعرف اخر التطبيقات اللي نزلت على الجهاز بتاعك. كمان من المميزات الجميله هنا هتلاقي في عندك فتح لوحه الاشعارات بسرعه، بحيث لو جيت تشغلها هتلاقي نفسك لما تيجي تضغط او تسحب من تحت من فوق لتحت كده هيظهر لك الاشعارات على طول، بدون ما تروح تسحب تسحبها
من فوق كده من اول الشاشه. ولكن خلي بالك ان كده هينزل لك الاشعارات وكده هيظهر لك التطبيقات بتاعتك. الميزه اللي معانا بعد كده هو انك تقدر تخلي الشاشه الرئيسيه في وضع عمودي. لو جيت برضو اروح لاعدادات الشاشه الرئيسيه هتلاقي في عندك اوبشن اسمه الوضع العمودي فقط، هتلاقيه متفعل. فطالما هو متفعل فالشاشه الرئيسيه هتكون بشكل عمودي على طول. اما لو عاوز تخليها بشكل افقي هتلغي التفعيل وتاكد انك عامل او مفعل رمز الروتيشن او الدوران في الموبايل. هتيجي بعد كده تروح للشاشه الرئيسيه، فلو جيت تخليها كده بشكل افقي تدور الشاشه زي ما احنا شايفين قدامنا ويظهر لك عدد اكبر من التطبيقات في الوضع الافقي. الميزه اللي معانا بعد كده هو حظر اللمسات عن طريق الخطا، ومن خلال انك بتروح للضبط بعد كده بتختار الشاشه، بعد كده هتلاقي اوبشن اسمه حظر اللمسات عن طريق الخطا اللي احنا شايفينه قدامنا ده، هتلاقيه مش متفعل فانت فعله بحيث ان لو الموبايل في جيبك والشاشه بتاعته لمسه جسمك من خلال جيبك فبالتالي ما يستجبش لاي لمسه وخلاص، لازم يكون عنده حساسيه للمس على شاشه الموبايل، ودي طبعا ميزه موجوده في موبايلات كتير. الميزه اللي معانا بعد كده هي شاشه التوقف او حاجه زي السكرين سيفر اللي بنشوفها في انظمه ويندوز، فدي لو جيت فعلتها هيعرض لك شاشه بتتحرك او فيها الوان او ممكن صور على الشاشه نفسها اثناء عمليه شحن الموبايل. الميزه الجميله او الخاصيه اللي معانا بعد كده هي خاصيه الاولوز اون ديسبلاي، وعشان تفهموا هي الميزه دي هنيجي نطلع على الشاشه من بره، فبيعرض لك بعض البيانات على الشاشه زي التاريخ او الوقت او نسبه البطاريه او بعض الاشعارات، ما بتكونش قابله لللمس، مجرد بيانات ظاهره على الشاشه بدل ما تكون الشاشه سوداء ومطفيه. دي طبعا تقدر تروح لها على طول انك تروح للشاشه وتلاقي كلمه اولوز اون ديسبلاي تحت، فبمجرد ما تدوس عليها هيظهر لك كل الاعدادات الخاصه بيها، فبالتالي تقدر تلغيها او تشغلها من فوق. هنا كده انا لغيتها فكده انا شغلتها. هنا تقدر تتحكم في شكل الساعه، وتقدر كمان تقول له يظهر لي الاشعارات بره او عطلها، وبعض اختصارات التطبيق اللي موجوده على شاشه القفل بره، وبعض الخصائص الثانيه. ودايما لو هتلاحظ ان تحت في كل اخر اعدادات موجوده جوه الموبايل هتلاقيه بيقترح لك بعض الاعدادات الاضافيه اللي ممكن توصل لها او لو كنت بتدور عليها قبل كده. ومن الاولوز اون ديسبلاي لو جيت ادوس عليها هنا بيعرض لك الشكل اللي موجود بره، فيقدر يظهر لك الزرار الرئيسي، تقدر تظهر شكله بحيث انك تدوس على المكان بالضبط لو بتغلط فيه، او زرار الشاشه الرئيسيه بس، او تظهر الساعه بس، او تظهر الاثنين مع بعض. كمان هتلاقي هنا من اعدادات الضبط جوه شاشه القفل والحمايه، هتيجي تنزل تحت كده هتلاقي اوبشن اسمه اختصارات التطبيق اللي موجود قدامنا ده، لو جيت ادوس عليه فيعرض لك اختصار لبعض التطبيقات المهمه اللي انت عاوزها. فاهم حاجتين عندك الاتصال او الكاميرا بيكونوا موجودين بره وهي الشاشه مقفوله. لو جينا ندوس كده فلو جينا نفتح وجيت تفتح الموبايل هتلاقي هنا زرار رمز الاتصال وهنا الكاميرا، فطبعا تقدر تستبدلهم باي تطبيق انت عاوزه من خلال انك بتدوس على الاختصار الايسر، بيعرض لك كل التطبيقات اللي موجوده عندك على الجهاز، فيعرض لك كل التطبيقات اللي انت محتاجها، وهنا الاختصار الايمن هيعرض لك اي تطبيق انت عاوز تستبدله مكان الكاميرا. الميزه اللي معانا والجميله بعد كده معانا هي التاكد من تفعيل خدمه بلاي بروتكت او حمايه جوجل بلاي، واللي من خلالها تقدر تفحص الجهاز بتاعك من البرامج الضاره او البرامج الخبيثه اللي ممكن تنزل على اي ابلكيشن نزلته على الموبايل. وكمان هتلاقي في عندك تحسين اكتشاف التطبيقات الضاره، فتاكد انك مفعل الاوبشنين دول علشان تحافظ على اقصى درجه حمايه للالعاب او البرامج اللي بتنزلها من خلال بلاي ستور، لان وارد برضو انه يكون في بعض البرامج او التطبيقات الضاره اللي موجوده، فبالتالي الجهاز دايما يكون مكتشفها. الميزه اللي معانا بعد كده برضو من خلال شاشه القفل والحمايه وهي بحث عن هاتفي المحمول، ودي باختصار لو جيت تروح لها هتلاقي اوبشن انك لازم تسجل البيانات بتاعتك، بيانات السامسونج اكونت مش الجيميل، فمن خلالها هتقدر تحدد الموقع بتاع جهازك من جوجل لاخر مره كان موجود فيه، فقبل ما الموبايل ما يفصل شحن فبيبعت اللوكيشن على اكونت الجيميل اللي انت مسجل من خلاله سامسونج اكونت، فتاكد انك مفعل ميزه او اختيار ارسال اخر موقع اللي موجوده قدامك دي، ودي زي بالظبط الميزه اللي موجوده في الايفون. الميزه اللي معانا بعد كده هو ميزه تقسيم الشاشه عن طريق انك لو جيت فتحت مثلا الكاميرا هتيجي تلاقي العلامه دي كده موجوده، هتدوس عليها وتقدر تختار اي تطبيق تاني برضو يكون فيه نفس العلامة، فممكن اختار البلاي ستور، فاتح البلاي ستور وفوق فاتح الكاميرا زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، ولو جيت تضغط ضغطه تاني تقدر تختار اي تطبيق لازم يكون فيه العلامه اللي هي فيها رمزين بالشكل ده، وتقدر تتحكم فيها لو عايز اخلي الكاميرا هي الاساسيه باجي اسحب كده فالكاميرا كده بقت الاساسيه زي ما احنا شايفين قدامنا. وكمان عندنا تاني ميزه قفل التطبيقات، لو جينا ندوس هنا كده فهتلاقي عندك اقفال التطبيقات، فتقدر هيظهر لك رمز القفل جنب التطبيقات بمجرد ما تشغله، فكده انت يعتبر قفلت التطبيق ده، وتدوس على تم من فوق فهو كده قفل التطبيق. كمان عندنا انك لو جيت تدوس على الثلاث نقط هيعرض لك القائمه
او البرامج اللي شغاله او الالعاب في الخلفيه على شكل لسته بالشكل ده، او ممكن تظهرهم ثامب نيلز او صور مصغره تاني بالشكل اللي قدامك ده، واعتقد ان ده بيكون افضل لاغلبنا. كمان عندنا انك ممكن تروح للضبط وتتحكم في الزرار اللي بيعرض لك التطبيقات الاخيره. ازاي الكلام ده؟ عن طريق انك تقدر تقسم الشاشه من خلاله بدون ما تعمل اللي احنا عملناه ده. فلو كنت مش مفعل ده هتيجي تفعله وتيجي تضغط عليه ضغطه مطوله، فهو تلقائي هيروح مقسم الشاشه بقى فوق الاعدادات او المكان اللي انت فيه، وهنا تقدر تختار التطبيق التاني اللي انت عاوز تقسم الشاشه من خلاله. لو خليه مثلا البلاي ستور، عاوز تلغي ده تكبر ده وتكبر ده زي ما انت عاوز. كمان هتقدر تعمل اجراء عرض الاطار المنبثق، اللي هو لو جيت هنا هتلاقي فيه الشرح بتاعه. لو جينا عملنا كده هيقول لك انك بتسحب من فوق لتحت كده على الشاشه، فلو جينا عملناه من فوق كده اهو، فهنا عرض لك التطبيق اللي انت موجود فيه بالشكل اللي انت عاوزه. عشان بس الموضوع يبان ليكم اكتر، تعالوا نفتح اليوتيوب كده مثلا. طبعا هو مفيش نت دلوقتي، فانا هاجي اسحب من فوق لتحت كده، فالشكل اللي قدامك ده كده اللي احنا شايفينه ده، تقدر تتحكم في شكل النافذه اللي هتظهر لليوتيوب. فانا عملت دي، فدي بقت شكل النافذه بتاعت اليوتيوب. طبعا عاوز تصغرها بتدوس هنا كده، بقت اليوتيوب موجوده فوق قدامي اهي. لو جيت ادوس عليها بيعرض لك الحاجات اللي انت صغرتها. انا صغرت اليوتيوب وصغرت السيتنجز، ودي مشابهه لخاصيه المينيمايز اللي انت بتعملها في الويندوز، بتنزل اكتر من حاجه تحت فبيكون حافظهم لك تحت. تعالوا نجرب نعمل حاجه ثالثه وليكن جوجل كروم. فانا دلوقتي هاجي من فوق كده لتحت اصغره واعمله مينيمايز، فبكده بقى عندي ثلاث حاجات: الاعدادات واليوتيوب وجوجل كروم. طبعا تقدر تتحكم فيهم. لو جيت اعمل على اليوتيوب تقدر تخليه بشكل كامل اهو، تعمل له ماكسمايز من علامه السهمين دول، او تقدر تلغي اي حاجه انت عاوزها. لو جيت اضغط ضغطه مطوله فهتدوس على حذف بالشكل ده، وهنا برضو ضغطه مطوله وهتدوس على حذف، فكده اتحذفوا معاك من المينيمايز او قائمه البرامج اللي انا حفظتها بالشكل اللي قدامك ده. الميزه اللي معانا بعد كده هو انك من خلال لو رحت الضبط بيعرض لك نوتيفيكيشنز او اشعارات لاهم التحديثات او الحاجات اللي موجوده عندك في الموبايل. زي هنا بيقول لك في تحديث موجود للموبايل، وهنا بيقول لك في تمديد عمر بطاريتك. فلو جيت ادوس مثلا تحديث البرنامج هنا هيعرض لك ان في تحديث دلوقتي نزل للجالكسي اس 9 بلس، فطبعا بتنزله وبعد كده بتثبته على الموبايل. وفي عندك هنا تمديد عمر البطاريه بتاعتك، من خلاله انه بيعرض لك البرامج اللي ممكن تكون بتسحب من البطاريه وانت مش واخد بالك، فبتيجي تقول له تصحيح الان، فبيعمل فحص وبيقفل لك التطبيقات اللي هي بتسحب من البطاريه اللي انت ما بتستعملهاش، ودي طبعا بتوفر في عمر البطاريه معاك. الميزه اللي معانا بعد كده هو انك تقدر تحط فيديو كخلفيه للموبايل. ازاي الكلام ده؟ لو جينا نروح على الجاليري او المعرض او الاستوديو بتاع الجهاز، فتعالوا مع بعض نختار فيديو وليكن فيديو بالشكل ده كمثال مثلا، وهنيجي ندوس على الثلاث نقط دول وتقول له ضبط كخلفيه. بعد كده بيعرض لك الفيديو اللي قدامك، فتقدر تقص الجزء اللي انت عاوزه ولا عاوز تحطه بالشكل ده كده. هقول له تعديل، فاجي اختار الجزء اللي انا عاوزه من الفيديو وليكن الجزء ده كده واقول له تم. بعد كده بيحفظ الفيديو وبقول له ضبط كخلفيه وبقول له تطبيق. فبعد كده بقى خلفيه للموبايل. تعالوا كده نشوف لما نقفل الموبايل وافتحه تاني هتشوف الخلفيه. طبعا بتضيف اي فيديو انت عاوزه وبيدي شكل جمالي للوك سكرين او شاشه القفل من خلال موبايل سامسونج جالاكسي 9 او الاس 9 بلس. في كمان عندنا خاصيه اسمها الميرور لينك، تعالوا كده نشوفها مع بعض، ودي هتكون مفيده جدا للناس اللي بتستعمل او اللي حابه تستعمل الموبايل اثناء السواقه من غير ما يمسكوا الموبايل في ايديهم. من خلال انك بتروح للضبط، بعد كده هنختار الاتصالات، بعد كده هتلاقي في عندك المزيد من ضبط الاتصال، فهتلاقي عندك في اوبشن اسمه الميرور لينك بالشكل ده كده. فلو جيت تفعله انك بتوصل الموبايل بتاعك من خلال اليو اس بي للشاشه اللي موجوده عندك في العربيه، وطبعا لازم تدعم نظام الميرور لينك علشان تشغل الموبايل على الشاشه اللي موجوده عندك في العربيه وانت سايق، وده بيسهل لك كتير عمليه السواقه وعمليه متابعه الموبايل او انك تبص على الموبايل كده وانت سايق. الخاصيه اللي معانا بعد كده هو انك تقدر تتحكم في زرار بيكسبي او تلغيه خالص، لان مكانه بصراحه انا ما حبيتهوش وكنت قلت كده في الفيديو بتاع مراجعه الموبايل. فلو جيت اروح لاعدادات بيكسبي هاجي ادوس على الزرار كده، فبيعرض لك كل الاختيارات الخاصه ببيكسبي انك تقدر توصلها بكل سهوله. ولو جيت اختار الضبط فممكن تلغي بكل سهوله تفعيل الزرار ده، فانا سايبه لو جيت بره كده ادوس اهو. فلو جيت اضغط عليه دلوقتي ضغط اهو ما بيستجبش معايا، مش هيستجيب بس الا لو ضغطت عليه ضغطه مطوله زي ما احنا شايفين قدامنا. الميزه اللي معانا بعد كده هي ميزه جميله جدا جدا، من خلالها هتقدر تظهر شريط ليد متحرك على جوانب او حواف الشاشه، من خلال انك هتروح ليه
هتعلى كده من مركز الاشعارات وهتختار الاضاءه الجانبيه، هتضغط عليها ضغطه مطوله فبيعرض لك شريط بالشكل اللي قدامك ده، فتقدر تختار الشكل ده لما يجي لك تنبيه من خلال تطبيق معين او بعض التطبيقات اللي انت بتحددها. فمن هنا تقدر تتحكم في الاضاءه الجانبيه لما تكون مشغل الشاشه بس، ولا لما تكون الشاشه مش شغاله بس، ولا في الحالتين. وهنا النمط او شكل التاثير بتاعه تقدر تتحكم فيه شكل التاثير زي ما احنا شايفين قدامنا ده شكل التاثير بالظبط اللي بيظهر، وتقدر كمان تختار اللون اللي انت عاوزه. فمن هنا تقدر تختار اي لون موجود جوه او على الموبايل، وكمان الشفافية او الاوباسيتي تقدر تخليها منخفضة او عالية زي احنا شايفين وتخليها تطبيق. وكمان هتقدر تختار التطبيقات اللي انت عاوزها، كان بيبقى موجود الرسائل والواتساب بالشكل التلقائي او الشكل الاساسي بتاع الموبايل، فانا هنا مخليه كل التطبيقات لان بصراحة شكل الاشعار ده او شكل الليد ده بيكون جميل وكويس جدا جدا وبيدي مظهر جميل للموبايل. ولو جيت فوق هنا من الثلاث نقط دول اللي جنب الاضاءة الجانبية تختار الرد السريع. فلو كان موبايلك محطوط بالشكل الافقي ده على وشه على الشاشه نفسها وحد اتصل بيك، فشريط الاضاءه الجانبي هينور لك الموبايل بالشكل ده، وكمان تقدر ترفض المكالمه من غير ما تجيب الموبايل وتفتحه من خلال بس انك تيجي تحط صباعك على مستشعر ضربات القلب اللي هو موجود في ظهر الموبايل ده، بتيجي تحط صباعك على المستشعر ورا هنا كده. الميزه اللي معانا بعد كده هي ميزه الدولبي اتموس، ودي طبعا اللي بتدي لك صوت قوي جدا جدا لما بتيجي تشغل فيديو او تشغل اي مقطع صوت على الموبايل. بتيجي من مركز الاشعارات هتلاقي فيه اوبشن الدولبي اتموس، طبعا انا هنا مفعلها، ولو جيت تضغط عليها ضغطه مطوله هيودي لك للاعدادات بتاعتها، فبالتالي تقدر تختار التاثير او الايفكت اللي انت عاوزه على حسب ما بتسمع فيديو او موسيقى او اي ملف انت عاوزه من خلال الموبايل. وهنا طبعا ايكوالايزر تقدر تتحكم فيه للاصوات اللي موجوده في الموبايل. وبمناسبه ان احنا اتكلمنا عن الصوت فهنيجي نروح للضبط، ومنه اختار الصوت والاهتزاز. بعد كده هتيجي تنزل تحت هتلاقي اوبشن اسمه صوت تطبيق منفصل، وده اللي من خلاله هتقدر تشغل تطبيق منفصل سواء بقى على اليوتيوب او على متصفح حتى جوجل كروم او اي متصفح او اي برامج او مشغل الموسيقى او اي برامج تاني. فلو عندك سماعه زي ابو الروس كده وفيها بلوتوث فممكن تعمل لها بير او اقتران بالموبايل وتشغل عليها اي مقطع بيطلع صوت وتشتغل على الموبايل بتاعك ويطلع صوت تاني غير اللي طالع على ابو الروس. طبعا الميزه دي بتحتاج انك تفعلها بالشكل ده كده، وتقدر تختار منها التطبيق او التطبيقات اللي انت عاوزها. لو جيت بصيت تحت هنا بقى هتلاقي الرد على المكالمات وانهاؤها، هتيجي تدوس عليها كده فتقدر ترد على المكالمات بالزرار اللي بيعلي الصوت لو جيت فعلت الاوبشن ده. وهنا لو هتفعل ميزه الرد التلقائي بعد ثانيتين لما حد او لما تكون موصل سماعه الراس اللي هي الهيدفون او الهاند فري بتاعتك. وكمان هنا ضغط مفتاح التشغيل لانهاء الاتصال اللي هو زرار الباور لو انت بتكلم حد فتيجي تقفل من هنا كده، وطبعا دي ميزات موجوده في اغلب الموبايلات. الميزه اللي معانا بعد كده هي خاصيه التنبيه الذكي. لو جينا هلغي بس الميزه دي، لو جينا نرجع بعد كده هنلاقي اوبشن التنبيه الذكي في الاخر كده، فلو جيت اختاره فبمجرد ما بترفع الموبايل بتاعك بالشكل ده فالموبايل هيعمل فايبريشن علشان ينبهك ان في حد اتصل بيك، وده طبعا لو انت هتاخد الموبايل بتاعك وتحطه في جيبك على طول من غير ما تمسك الموبايل. الميزه اللي معانا بعد كده هي ميزه الكتم السهل او الكتم الذكي للموبايل، ومن خلالك هتروح للميزات المتقدمه من الضبط وهتنزل تحت هتلاقي اوبشن اسمه الكتم السهل، وده من خلاله لما تفعله هتقدر تعمل الموبايل سايلنت لو حد اتصل بيك من خلالك تحط بس كفك كده على وش او على جانب الموبايل بالشكل اللي قدامك ده، او انك تحط الموبايل على وشه زي ما احنا شايفين قدامنا فالموبايل بيتحول او بيتكتم على طول معاك. الميزة اللي معنا بعد كده وهو شارات على رموز التطبيقات او رقم على رموز التطبيقات اللي موجودة برة زي هنا البلاي ستور موجود رقم 2، ولو جينا نروح لبعض الاعدادات فعندك هنا الانستجرام هتلاقي عندك رقم 9 فوق التطبيق، فالكلام ده طبعا تقدر تلغيه او تروح ليه الاشعارات. هتلاقي عندك اوبشن اسمه شارات رموز التطبيقات تقدر تشغله او تلغيه، فانا لغيته دلوقتي. هتلاقي الرمز اللي على او الرقم اللي على جوجل بلاي راح، وهنا هتلاقي كل الارقام اللي على التطبيقات راحت، ده طبعا لو انت بيجي لك اشعارات كتير ومش عاوز حد يزعجك. الميزه اللي معانا بعد كده من الشاشه وهتلاقي فيه اوبشن اسمه تصفيه الضوء الازرق للحفاظ على العين، طبعا اللون دوت لو كنت باصص للشاشه ومعلي سطوع فده بيكون ليه تاثير على عينيك. لو جيت طبعا تفعل الميزه دي خاصه لو انت مستعمل الموبايل في مكان الدنيا فيه ضلمه فتفعل الخاصيه دي فبيقلل اللون الازرق اللي طالع من الشاشه، وبتحس ان اللون بتاع الموبايل بقى لون اصفر شفاف كده. حتى لو جيت تدخل ليه الاعدادات لو جينا نشغل
الاوبشن، فتقدر تعلي السطوع بتاع الشاشه بتخليه لون زي اللون الاصفر ده كده، او تقلله على حسب المكان اللي انت متواجد فيه. المثال اللي معانا بعد كده هو انك تقدر تغير دقه الشاشه اللي موجوده قدامك، وده من خلال انك بتروح لدقه الشاشه، فالطبيعي بتلاقيها فول اتش دي بلس، اما لو جيت تخليها دبليو كيو اتش دي بلس فهتخلي الشاشه توصل لدقه ال 2K. دي بتحسن الريزوليوشن جدا من الشاشه، ولكن بتستهلك من البطاريه، فما تفعلهاش الا لما تكون محتاجها. انا خاصيا على الفول اتش دي بلس والشاشه جميله جدا جدا معايا. الخاصيه اللي معانا بعد كده هي التحكم في التطبيقات اللي بتملى الشاشه. طبعا عارفين ان الموبايل شاشته بالابعاد 18 ل 9، فبتحب دايما تشوف التطبيقات بكامل الشاشه، فانت بتقدر تختار التطبيقات اللي تقدر تملى الشاشه او اللي انت عاوزها تملى الشاشه، وتقدر تختار التطبيقات اللي مش عاوزها تملى الشاشه من هنا، فبتختار كل التطبيقات او تطبيقات قابله للتكوين، لان مش كل التطبيقات بتدعم خاصيه ملء الشاشه، فانا هنا عاملها كل التطبيقات. الخاصيه اللي معانا بعد كده هي خاصيه او ميزه الوضع السهل. الوضع السهل ده بيخلي ايقونات الموبايل كلها كبيره، والشاشه قدامك العلامات او الكتابه فيها كبيره، فلو جينا نشوف كده هنا كل الايقونات بشكل عادي. لو جينا بقى نروح للضبط بقى كده الشاشه، بقى كده هتختار الوضع السهل، فلو جيت افعله واقول له تطبيق، فتلاقي شكل الكلام دلوقتي كبر معايا. طبعا ده احسن لناس كتير، للناس خاصه اللي نظرهم ضعيف، والتطبيقات شايفين شكلها بقى عامل ازاي، شكلها بقى كبير قدامنا. فطبعا ده بيكون على حسب استخدام كل واحد. الميزه اللي معانا بعد كده هي اطارات الرموز للتطبيقات. لو جيت ادوس كده فبيعرض لك رموز لبعض التطبيقات. على سبيل المثال لو جيت تبص هنا على رمز التطبيق ده، لو جيت اختار الرموز فقط فالاطار اتلغى، ولو جيت كده فبيحط اطار على التطبيق. طبعا بتخليها على حسب ذوقك. الميزه اللي معانا بعد كده هي السكون الذكي، ومن خلال انك بتروح للميزات المتقدمه هتلاقي في عندك اوبشن اسمه السكون الذكي فوق كده، فبيخلي لك الشاشه شغاله دايما طول ما انت باصص للشاشه، فالشاشه مش هتفصل نهائي، لان طبعا ممكن تكون باصص لها وما بتستعملهاش، فالشاشه طبعا هتروح لوضع السكون لو انت محدده 30 ثانيه او دقيقه او دقيقتين او على حسب ما انت عامله، فبمجرد ما بتشغله فالموبايل نفسه عارف انك طالما انت باصص للشاشه، فممكن تكون بتقرا كتاب او بتتصفح موقع وبتقرا مقال كبير، فبالتالي ما يطفيش الشاشه معاك، وكل شويه تقعد تدوس على زرار الباور او تلمس الشاشه علشان الاضاءه ما تقلش معاك او الشاشه تفصل وترجع تشغلها من جديد. الميزه اللي معانا بعد كده وهي خاصة بالناس اللي بتحب الالعاب، لو جيت اختار الالعاب برضو هتلاقي في عندك جيم لانشر، اتاكد ان انت مفعلها لو انت شخص بتحب الالعاب جدا على الاندرويد او على موبايلات سامسونج، فبيجمع لك كل الالعاب في فولدر واحد، وكمان لما بتيجي تشغلها بيستفيد من كامل مواصفات الجهاز او بيهيئ الجهاز كله للعبه اللي انت بتلعبها، بحيث انك ما تقابلش تهنيج او لاج اثناء اللعب. الميزه اللي معانا بعد كده وهي اظهار الاشعارات ببصمه الصباع. ازاي الكلام ده؟ هنا بصمه الصباع مش مجرد بصمة بس من خلالها بتفتح الموبايل وبس، ولكن كمان تقدر تنزل من خلالها الاشعارات زي ما احنا شايفين قدامنا. انا دلوقتي بسحب لتحت فالاشعارات بتنزل، بسحب لفوق الاشعارات بتطلع. تعالوا كده نشوف، كده اسحب لتحت الاشعارات نزلت، كده اسحب لفوق فالاشعارات طلعت. فمن خلال انك بتروح للايماءات بتاع مستشعر الصباع من هنا كده، ايماءات مستشعر الاصبع ما بتلاقيهاش متفعله، فطبعا بتفعلها، فبالتالي تقدر تستفيد من بصمه الصباع اللي موجوده في الموبايل. الميزه اللي معانا بعد كده هي ميزه عمل سكرين شوت. هتلاقي هنا السحب براحه اليد للالتقاط، فانا هنا مفعلها، فهتلاقي هنا انك تقدر تلقط الشاشه او تعمل سكرين شوت بانك تمسك الموبايل كده وتسحب بالجنب بتاع كف ايدك على الشاشه، فبكده بيعمل سكرين شوت. وهتلاحظ تحت انه بيعرض لك انك تقدر تضيف بعض الاعدادات زي انك تقص الصوره او تعدل عليها. يعني لو جينا عملنا كده اهو، فانا اختار ان انا ارسم حاجه معينه على او اكتب حاجه معينه على الصوره، اهو بيكتب حاجه، تقدر تعمل ايديت يعني للصوره، او تقدر تعمل لها كروب، تقص الصوره او تقص جزء معين من الصوره وتشاركها او تحفظها زي ما هي على الجاليري او الاستوديو بتاعك. لكن خلي بالك ان الميزه دي ممكن ما تشتغلش لو انت مشغل الماسنجر او مثلا الواتساب ولوحه المفاتيح ظاهره، فبالتالي مش هتشتغل معاك وهتضطر تلقط السكرين شوت بطريقه ثانيه. الميزه اللي معانا بعد كده هي ميزه الاتصال المباشر. لو جينا نختار كده، ادي ميزه الاتصال المباشر، فده من خلال انك لو عاوز تتصل بحد معين لازم تجيب جهه الاتصال اللي انت عاوز تتصل بيها. فعلى سبيل المثال لو جيت اخترت اسم موجود عندك من الاتصال ومسكت الموبايل بس وجيت تقربه من ودنك والشاشه دي معروضه، فبالتالي هيتصل بيه جهه الاتصال دي، وهنا شارح لك الميزه ازاي. وبمناسبه الميزه دي ف
فهتلاقي عندك فيه هنا اوبشن اسمه اسحب الشاشه للاتصال او لارسال الرسائل، دي انا مفعلها. طبعا في بعض الناس ممكن تكون ملغيه عندهم، ومعروف طبعا ان في سامسونج لو جيت اختار مثلا ان اتصل باي حد انك تيجي تسحب على الاسم يمين او شمال بيدوس اتصال، او شمال او يمين بيعرض له انك تعمل رساله بدون طبعا ما تختار الاسم وتدوس على اتصال، وده هو الاتصال السريع. طبعا بتقدر تفعلها او تلغيها من خلال الاوبشن بتاعها جوه الميزات المتقدمه. الميزه اللي معانا بعد كده وهي حساسيه اللمس، وده لو جيت تشغله وحاطط السكرين على الشاشه، فلو جيت تمسك الموبايل كده في بعض الاحيان الاطراف او جوانب ايدك كده، جوانب راحت ايدك ممكن تلمس جوانب الشاشه، فبالتالي دي بتقلل الموضوع ده على قد ما تقدر من حساسيه اللمس بتاعه السكرين، لان ممكن السكرين بروتكتور او حمايه او لزقه الشاشه اللي انت بتركبها ما تظبطش قوي مع تاتش الموبايل. الاوبشن اللي معانا بعد كده من خلال الضبط هتلاقي اوبشن اسمه صيانه الجهاز، لو جيت ادوس عليها كده فمن خلاله تقدر تفحص الجهاز بشكل كامل من خلال الهاردوير والسوفتوير، فهنا اعمل لك البطاريه تقدر تفحصها، وهنا اعمل لك كمان وضع الاداء بتاعك ومكان التخزين والذاكره اللي هي الرام بتاعه الجهاز، وهنا حمايه الجهاز تقدر تعمل فحص للجهاز. فدي بعض الامور الاضافيه اللي متجمعه في مكان واحد واللي هتفيدك جدا جدا في المحافظه او انك تقدر تحافظ على موبايلك بشكل اكبر للاستخدام او الحمايه من الفيروسات. طبعا لو حبيت تعمل اعاده ضبط للاعدادات دي كلها او اعاده ضبط للموبايل بتيجي من حول الهاتف، وهتيجي تنزل تحت هتلاقي فيه كلمه اعاده الضبط، هتدوس عليها فتقدر تعمل اعاده ضبط للشبكه بتاعه الموبايل، تقدر تعمل اعاده ضبط مصنع او اعاده ضبط مصنع للموبايل، وميزه كمان معانا انك تعمل اعاده تشغيل تلقائي للموبايل مره واحده على الاقل كل اسبوع بشكل تلقائي، وده طبعا بيحسن من اداء الموبايل، لان مهما كان ده جهاز وانت بتستعمله طبعا لما بيجي يقرب انه 20 او 10% هيفصل شحن، فانت بتروح تلحق نفسك وتحطه على الشحن وهكذا، فما بتفصلش الموبايل خالص. فالمفروض ان ده جهاز المفروض على الاقل يعمل ريستارت او يريح حبه كل فترة معينة لانه اكيد بيتعب. في عندنا كمان خصائص كتير موجودة في امكانية الوصول، ودي من خلالها هتلاقي في اوبشنات كتير تقدر تجربها، ولكن احنا كده قلنا كل الاعدادات المهمة في الضبط بتاع الموبايل، فتقدر تلعب في الاعدادات دي، وكمان تقدر تنسخ او تعمل نسخة احتياطية من الاعدادات بعد ما تلعب فيها من خلال انك تعمل استيراد او تصدير، فهتقدر تعملها تصدير على الموبايل. وبعد كده لو حبيت تعمل ضبط او لا قدر الله حصل مشكلة في الموبايل او جبت موبايل تاني جديد تقدر تعمل استعادة للإعدادات اللي موجودة دي. بعد كده معانا أخيرا إعدادات أو أهم إعدادات الكاميرا، فكل الإعدادات موجودة جوه الكاميرا نفسها. طبعا تقدر من هنا إنك تعرض الكاميرا بشكل كامل أو تخليها بشكل نصفي في الشاشة كده، وكمان تقدر تختار أي أوبشن موجود فوق أنت عاوزه. هنا عندنا إنك تقدر تلقط صورة بأكتر من طريقة، لو جيت أروح للضبط فهتلاقي عندك فيه طرق الالتقاط، مجرد ما ادوس عليها بيقول لك انكر فوق الشاشه، لو لقطت بس او لمست الشاشه فهيلقط صوره على طول، لو جيت اشغلها كده، وهنا لو عملت ايدك بس كده قدام الشاشه فيلقط صوره، او حتى لو جيت دوست على مستشعر ضربات القلب اللي موجود ورا الشاشه فهيلقط صوره معاك برده. فتعالوا كده نروح للكاميرا، فهنا لو عملت ايدي كده للشاشه فكده زي ما احنا شايفين لقط الصوره، يعني بتشاور بس كده وبالتالي بيعرض لك هنا مؤشر على طول بحيث انك تاخد وضعك، وبعد كده بيلقط الصوره. وفي عندك هنا تصحيح شكل الوجه، ده بيحسن شكل الوش بشكل عام بحيث ان لو في مثلا حبوب ظاهره في الوش بشكل كبير فهو بينعمها شويه، المهم ان هو بيحسن من شكل الوش، وطبعا دي بتكون بناء على تجربتك في لقط الصور من خلال كاميرا الاس 9 او الاس 9 بلس. كمان عندك هنا حجم الصوره، الكاميرا الخلفيه او الكاميرا الاماميه، فهنا بيكون معمول تقريبا 18 ل 9 بالحجم بتاع الشاشه اللي شايفينه قدامنا، ويكون الحجم 7.9. طبعا تقدر تختار كل ما بتطلع فوق الحجم بيكبر معاك. كمان في ميزه انك تقدر تحفظ الصور بالرو بجودتها الاصليه او الجي بي اي جي، فلو جيت افعلها فالصوره تكون حجمها كبير ولكن الالوان تكون طبيعيه جدا جدا. وطبعا تقدر تتحكم في نفس الكلام في الفيديو، فالفيديو هنا بيكون فول اتش دي، تقدر تتحكم فيه وتشوف عدد الاطارات على حسب احتياجاتك، وتشوف بعض الاعدادات الثانيه، وده برده خاص بالكاميرا الاماميه، برده هتلاقي هنا في حجم الصوره تقدر تختارها، وحجم الفيديو تقدر تختار الحجم اللي انت عاوزه فبيصور لحد كيو اتش دي. في عندك كمان ميزه هنا اللايف فوتوز او الصور الحركه، ولو جيت شغلتها فده لما بتيجي تلقط صوره بيكون في حركه قبلها قبل ما تلقط الصوره، ودي هي نفس الميزه اللي موجوده في موبايلات الايفون. بعد كده هتلاقي فوق عندنا هنا ميزه التتبع الاي اف او الاوتو فوكس، ودي بيركز على جسم معين بحيث ان لو جيت اشغلها كده فانا لو جيت اروح للكاميرا، تعالوا كده نشغل الكاميرا الخلفيه، فعلى سبيل المثال لو جيت مثلا عايز احدد ان البروز ده
ادوس عليه كده فهو اتحدد. فلو جيت افضل احرك فيه فالفوكس بيفضل يروح معاه سواء اتحرك يمين او شمال زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا دي بتكون مفيده للاجسام، او لو انت مثلا في محاضره مثلا وتصور حد بيتحرك يمين او شمال رايح جاي، فبالتالي الفوكس بيكون عليه مهما راح. كمان عندنا في الضبط، لو جينا نروح لعلامات الموقع فدي ممكن تلغيها لو كنت حابب تحافظ على الخصوصية بتاعتك، او لو هتدي صورك لحد ومش عاوز يعرف الصورة دي كانت ملقوطة فين والبيانات بتاعت الصورة نفسها، لان الكاميرا بتحفظها من خلال علامات الموقع لو انت مفعلها. كمان تقدر في حاجة اسمها التحكم الصوتي، وده من خلال انك تقدر تقول للكاميرا اسمايل او تشيز او كابتشر او شوت، بحيث انها تلقط صورة، او تقول لها ريكورد فيديو فتسجل فيديو. فلو جينا نجرب كده، تعالوا نفعلها كابتشر، فكده لقط قدامنا زي ما احنا شايفين تشيز تشيز يا عم تشيز، لقط اهو تشيز، سمايل سمايل ابو الروس. فدي بعض الاوامر الصوتيه اللي تقدر من خلالها تتحكم فيها. كمان عندنا في ميزه الزرار العائم، لو جينا نروح هنا كده في الضبط هتلاقي في عندك اوبشن اسمه زر الكاميرا العائم، لو جيت اشغله ورحت للكاميرا فهتلاقي في زرار عندك عائم، ده هو نفس الزرار اللي تحت، بحيث انك مش لازم تدوس هنا علشان تقعد تلقط الصور. فمهما راح او جه، فانت مثلا لو عاوز تخليه كده على الجنب فتقدر تلقط الصوره وهو على الجنب بالشكل ده كده، او لو هتجيبه هنا وانت شخص ماسك الموبايل بايدك اليمين فتدوس هنا فكده بيلقط صوره، وده طبعا بيسهل عليك عمليه التقاط او انك تاخد الصور. بعد كده هتلاقي في عندك اوبشن اسمه مراجعه الصور، يعني بيعرض لك الصور كلها بعد ما بتلقطها زي بالظبط ما هو موجود في الكاميرات البروفيشنال. فلو جيت اروح للكاميرا وجيت مثلا لقطت صوره لابو الروس ابن اللذينه ده كده اكتر واحد اتصور معانا، بيعرض لك الصوره على طول بعد ما بيلقطها، بحيث انك ممكن تعدل فيها او تضيفها او تمسحها براحتك خالص، ترجع تاني فكل صوره بتلقطها هيعرضها لك على طول بعد ما بيلقطها. ده بكل بساطه كان شرح واستعراض لاهم الميزات الموجوده في الاس 9 بلس، وبرده زي ما قلت لكم موجوده في الاس 9 بنسبه 99% كل اللي قلناه موجود في الموبايلين. اخيرا يا ريت تقول لي من خلال التعليقات ايه هي افضل الميزات اللي عجبتك او افضل ميزه عجبتك، ولو كان في حاجه ما قلناهاش برده يا ريت تقولها لنا وتكتبها لنا من خلال التعليقات تحت الفيديو. واخيرا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتدوسوا سبسكرايب او اشتركوا للقناه من الايقونه المداره اللي فوق بالروس دي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.